عندنا ثلاثة أنواع من الرقى. الأولى الرقية الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم رب الناس مذهب البأس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ولو قال قائل: ما هي الرقية الشرعية الجائزة؟ نقول: هي التي توفرت فيها هذه الشروط الآتية: أولا أن تكون باللغة العربية، الشرط الثاني أن لا يكون فيها شرك كأن يستغاث بغير الله، أو أن يتبرك في ثنايا الرقية بشيء لم يجد الشرع التبرك به، قوله عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. الشرط الثالث أن تكون مفهومة. الشرط الرابع: إذا توفرت الشروط السابقة فلا يجوز له أن يعتمد عليها، بل يجعلها سببا مع اعتماد قلبه على المسبب وهو الله عز وجل، فيعتمد على الله ويأتي بها على أنها سبب لا أنها مؤثرة بذاتها. النوع الثاني الرقية المباحة التي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الشروط قد انطبقت عليها، وذلك كأن يقول الراقي: اللهم اشفيه، اللهم عافيه، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. فهذه لم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن حكمها الجواز. النوع الثالث الرقية الشركية، وهي التي فيها شرك، أو بعبارة أحسن هي التي اختل فيها شرط من شروط الرقية الشرعية. دليل الأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم. دليل النوع الثاني هو قوله عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فدل على أن المنهي عنه فقط هي الرقية الشركية، وأما ما عداها مما لم يكن فيها شرك فجائز ولو لم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الرقية الشركية فدليلها قوله عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وكذلك هذا الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شركي.